عبر المواطنون في محافظة أسيوط عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوافر جميع السلع الاستراتيجية داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بالمحافظة. وأكد المواطنون أن أسعار السلع منخفضة عن مثيلاتها في سلاسل المحلات الخاصة، مقدرين جهود الدولة في الحفاظ على توافر كافة السلع والمواد الغذائية والمقررات التموينية. الأسعار مخفضة ومناسبة للمواطن العادي أكثر بكثير من الأسعار الخارجية بالسوق الخارجي، بحيث أن الأسعار في الشركة المصرية أسعار مخفضة بنسبة 25% ل30% عن السوق الخارجي. يعني المصرية كل حاجة متوفر فيها، أسعارها في متناول الموظف المتوسط، متوسط ممكن يجيب كل طلبات، حتى اللحمة جايبين لحمة بلدي حلوة خالص ب 130، على الرغم عند الجزارين بره ب 175 وب 180. فأنا أشكر على كل الكميات اللي منزلها لنا وزير التموين، وأولا وأخيرا أشكر رئيس الجمهورية اللي بيبص للشعب بتاعه.